خلوط عبد القادر الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للصحه المنضويه في اطار التحدي المغربي للشغل. هذه الوقفه جات اساسا ادانه للعنف اللي تمارس في حق الموظفين يعني امام وزاره الصحه الممرضين خلال وقفتهم تاع 14 من هذا الشهر امام وزاره الصحه، باعتبار ان تعرضوا لكل اشكال العنف، الاهانه والسب والقذف والضرب الى غير ذلك. كذلك احتجاجا على شروط العمل، باعتبار ان حاليا كاين شروط العمل جد متدهوره اللي كتؤدي لارتفاع عدد المصابين من الموظفين، وبزاف حاليا حنا عندنا عدد كبير اللي مصاب بدون الاداره، مازال الحدود الان ما كشفش العدد ديالها. كذلك عندنا موظفين اللي في حاله خطيره. زياده لهذا ان بالنسبه للاداره ما كاينش اي تتبع نتاع حالات المرضى من الموظفين، وحتى اللي كيعملوا دابا كيعملوا في مواجهه نتاع المخاطر بدون حمايه. الى جانب هذا ان شروط العمل ما توفرش، ضمنها مثلا هذا الصباح ما كاينش ادويه، وبالتالي هذا ما كاينش ادويه اللي غادي يؤدي احتجاج المواطنين في اغلب الاحيان كيحتجوا ولا يعرضوا مثلا للعنف موظفين بسطاء اللي حتى هما مغلوب على امرهم. ومن هنا احنا بالنسبه لنا كننبهوا لخطوره الوضع اقليميا وهو نفسه تقريبا وطنيا، دونك كننبهوا بان هذا الوضع الا مشى هكا كونوا متيقنين بان غادي نوصلوا لواحد الوقت اللي ما غاديش نقدروا نواجهوا العدد المرتفع نتاع المصابين بهذه الجائحه. وبالتالي نتمنى من المسؤولين يلتقطوا هذه الرساله ويقوموا بالاجراءات الضروريه في اقرب وقت ممكن من اجل كما يقولوا انقاذ الوضع. وشكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.